ده انا عايز اقول له ده مش القضيه مش كده. انت فاهم ازاي؟ انا النهارده مجلس اداره النادي الاهلي او الكابتن الخطيب محمود الخطيب اظن عدد الصفقات اللي جت مفيش اكتر من ده. سؤالي لحضرتك يعني هل في تقصير؟ هل مجلس الاداره كان يملك افضل مما قدم يعني كل الصفقات؟ انما المؤكد ان في حاجه غلط. المؤكد هم هيشوفوها بقى. دي قضيتهم. هنحلل ونصل للخطا فين؟ انا ما يعني انا ما اقدرش ان احنا بنحلل انا وانت قاعدين في التكييف. وبالمناسبه انتوا ظاهر فلوس النادي كتير عمالين مشغلين تكييف على اعلى درجه. بس يا جماعه بيطلب منكم تقللوا التكييف. المهم اللي كله ان انا في الاول وفي الاخر في حاجات ليس كل ما يعرف يقال. أكيد. بس أنا عايز برضو إجابة واضحة للمشاهدين. بس أنا أكمل بس أكمل مع الآخر. أنا هتشوف أنا تعال نشوف مصر ألمانيا والسعودية 8-0 في كأس العالم 2002. هل بعد النتيجة نشوف النتيجة نشوف الماتش ده 8 خدت بالك؟ هل بعد الماتش ده السعودية بطل الكرة؟ بالعكس منتخب السعودية كان هايل ومنتخب السعودية هزمنا في الدورة الأولمبية في كأس العالم الأخراني. وقف منتخب السعودية ما وقفتش. الدنيا ما وقفتش. المهم ازاي ان نصلح أخطاء. انما دي نتائج كبيرة جدا وهزائم كبيرة جدا. لازم نتعامل مع الحاجات دي بالواقع. انا دي إدارة. في أخطاء إذا كان عندي أخطاء هشوفها. الانفعال هيؤدي لنتائج كارثية. نتائج كارثية. الناس يقول لك أصل طب المدرب يمشي إيه؟ ده إحنا النهاردة إيه؟ الحد. يوم الاربعاء الاهلي بيلعب ماتش في المقاصد والاهلي في ماتشات الدوري ويوم السبت فاينل افريقيا العوده في دور الثمانيه مباراه انت في الدوري الاهلي اذا كان يعني هو بينافس على الدوري وهو بينافس على الدوري وعايز دوري لازم يكسب كل ماتشاته ما فيهاش هزار يعني كل ماتشات الدوري الجاي علينا يفوز بيا يبقى حلال عليه الدوري ده بالورقه والقلم تكسب ماتشاتك اللي جايه تعوض فرق الاثنين بونت بينك وبين الزمالك تعمل ده تقدر تعمل ده هتاخد الدوري طيب دول نقطتين حضرتك اشرت لاسارتي الاراء اللي قالت انه امبارح توقعوا قالوا مجلس اداره هيغير الجهاز او هيقيل جهاز فني او مدير فني لاخر هذه الاجتهادات اللي كانت في الشارع الرياضي فانا بسال حضرتك عن النقطتين دول اسئله مباشره جدا استاذ ابراهيم هل تعتقد ان مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب وفر ما يجب توفيره على المستوى الفني للاعبين ولفريق الكره او قطاع الكره في النادي بالتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقياده لاسارتي واكبر عدد من الصفقات وكواليتي او نوعيه اللاعبين اللي تم اختيارهم للتعاقد معهم في يناير هل حضرتك شايف اي تقصير من اي نوع فني لا. في الصفقات والتعاقدات او في دور مجلس الاداره تجاه كره القدم حضرتك مختلف مع الناس اللي بتحمل مجلس اداره او بتقول انا النتيجه بقول لك في الغضب انت بتقول اي حاجه انما لما نهدى ونشوف وهنضرب امثله تانية بحاجات تانية هتشوف هتقول ان انا النهارده الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي مش رئيس الكوره خدت بالك انا جبت جهاز فني محترم وعندي مدير كوره وعندي اجهزه وعندي 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 الكلام ده كله وانت بتعمل ممكن المدرب يغلط ممكن يحط غلطه ممكن يخطف مش عارف ممكن هو ده اللي هيعرفوه بقى هم يعني دي قضيتهم يعرفوها انما انا اللي انا عايز اقوله للصالح العام ولصالح كله ده مش تبرير لحاجه او لانقاذ ما احنا عندنا عندنا مثلا دايما لما وزير احنا عندنا في حادثه القطر وزير مشي خدت بالك بس دي كان حدث جلل خدت بالك فسياسيا بيعمل ده انما لو كل حادثه في وزاره وزير يمشي ده احنا هنغير الوزراء كل يوم اربع وزراء كل يوم هنغير اربع وزراء ما ينفعش يبقى الكلام كده ما ينفعش يبقى الكلام طب رؤيه مجلس الاداره لادارته للامور الفنيه وابقائه على الامور وحرصه على الاستقرار وانه دلوقتي ما ينفعش اي قرارات انا بالشأن انا بتصور الحكايه ناقصه ايه الحكايه ناقصه لجنه كوره وانا بعتقد ان كابتن الخطيب هيعمل ده لجنه كوره لان اللجنه دي هتخفف كتير في حاجات كتير لجنه واولاد الاهلي كتار جدا ان اللي يقدر تعمل لجنه تقدر لان دي بتخفف على مدير الكوره وبتخفف على ده لان انت بتشوف حاجات كتيره جدا لانك انت ممكن المشاكل بتبقى ايه ومشاكل مكتومه ما حدش بيتكلم عليها واحد يبقى مكسر الدنيا وعقده لسه اقل من حد تاني ممكن وما بيتكلمش عشان خاطر الضغط اللي ممكن تبقى حاجات زي كده انما انا ما اعرفش ايه الحقيقه انما ممكن في حاجات كتير انا لما يبقى عندي بقى حد لان مدير الكره الله يكون في عونه عنده مشاكله اليوميه والحاجات الاحتياجات اليوميه بتاعته اللي بتاخد تقريبا كل وقته انما الحاجات الاخرى اللي هي بتتكلم في ابعاد اخرى في حاجات اخرى لان انا المفروض بوفر مناخ الناس هتقول لي لا اصل دول شبعوا وبقى معاهم فلوس المساله مش كده يعني في الاول وفي الاخر اي لعيب من ده دي ما خلاص لزقت فيه يعني هو يكفيه هو اللي حصل له ان هو كان في الماتش اللي اتغلب فيه في تاريخ النادي الاهلي ما اتغلبش خمسه كان هو موجود فيه يعني كفايه عليه دي تمام يعني حضرتك بتطالب المجلس بالعوده لتشكيل لجنه كره قويه أنا جدا بقى 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 انا بعتقد ان ده بعتقد ان ده هيبقى افضل في الحكايه دي اما تيجي بقى في الحاجات المستغربه مازيمبي كسب الافريقي 8-0
ومازيمبي كمل ودخل وقدر يطلع في دوري المجموعات. عايز اشيد هنا هو ده الماتش بتاع 8-0 هنا بتاع مازيمبي برضو اللي يمكن الناس تشوف الالوان بس لو نصرحها شويه يا اصل يعني انا يعني برضو افريقيا نادي كبير جدا يعني مش 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 طبعا طبعا مش قليل يعني. فانت 8-0 معنى كده كانوا في اجازه مثلا يعني فرقه الافريقي دي كانوا منومين مثلا شربوا حاجه صفراء ولا حاجه خضراء ولا انا مش قادر افهم ازاي تحصل نتيجه زي كده. انما كمل. وعايز احيي هنا الاسماعيلي. الاسماعيلي لما لعب مع مازيمبي خسر 2-0 وواحد اظن فيهم ضرب الجزاء يعني ما تعملوش دوري. الاسماعيلي كان ظروفه صعبه وهو عنده ظروفه صعبه لان هو مع يعني امكانياته الماديه الصفقات والتمويل وما عندوش ما عندوش ده. انما انا عايز اقول حتى يعني ما قدرش مازيمبي ده ما هو لما تضرب الافريقي 8 بقى تعالى هيكسر الدنيا. لا 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 ما حصلش ده تمام. ده انت على طول انت شايف كميه الاجوان اللي تيجي فدي النتائج عايزين ناخدها. حد يقول لي طب انت بتقارن لي بقى برازيل هنا يعني عايز تقول لي لا انا ما بقارنش احنا ما بقارنش المانيا والبرازيل في حاله. انا بضرب حاله ان في كره القدم يمكن في اعتى العائلات في احسن القوى القرويه في العالم ممكن تتغلب بخمسه وبالسته وبالسبعه ده وارد. ده نمره واحد. نمره اثنين انا ما بعملش مقارنه لا سمح الله لا بيننا وبين البرازيل ولا المانيا لان المقارنه غير وارده على الاطلاق لان احنا بنلعب كوره غير اللي بيلعبوها هم فارق المستوى لصالحهم خالص ما بنلعبش الكوره بتاعتهم فما نتكلم ما نعملش.